بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنتواجدوا الان عند مستشفى محمد السادس. اولا كنرحبوا ب يعني موقع نظر بريس الذي له كل الشكر والتقدير. كما قلت كنتواجدوا هنا عند مستشفى محمد السادس بالعرويه. وما ادراك ما مستشفى محمد السادس بالعرويه؟ النقطه السوداء بالمدينه. انا وقعوا لي يعني بزاف ديال الناس كيتشكاو من هذا المستشفى. يعني انا كفاعل جمعوي سمعت عن الشكايه ديال الناس، ومن بين المشاكل اللي وقعت لي انا هنا في هذا المستشفى، واحد الوقيته جبت الزوجه ديالي الا كنتذكر دابا تقريبا شي 5 سنين أو 6 سنوات في حاله ولاده. الولاده الخامسه، 4 ولادات دازوا بخير، ديتها الناظور ما خلص حتى ريال. اخر ولاده جبتها هنا المستشفى ديال محمد السادس انا بالعروي، قامت عليا ب 1500 درهم. للحسن الحظ اني كان عندي التامين الفلاحي، عوضوني، ولكن الانسان اللي ما عندوش يعني كي غيتصرف وكي غيدير الى تطلب منه، وراه كاينين الناس اللي تطلب منهم 1500 درهم 1400 مشاو سلفوا وخلصوا ذاك الشيء. هذا الشيء اللي وقع هنا في قسم الولاده ديال مستشفى محمد السادس. المرة الثانية جبت المرأة في حالة كان عندها فقر الدم، جبتها في حالة يعني مستعجلة، جبتها هنا المستعجلات باش بدل يعني باش يشدوها يديروا لها اسعافات اولية وذاك الشيء. استجابوا عيطوا لابيلونس صيفطونا للناظور، مشيت للناظور تما داروا لها كل شيء، روحتها للدار. المرة الثالثة يعني ماشي بعيدة بزاف، يلا في شهر 11 تقريبا يمكن عندي هنا حتى الورقة. كان عندها نزيف، كان عندها نزيف يعني حاله مستعجله، كان خصها يعني ذاك النهار تشد هنا في السبيطار، ولكن للاسف شافتها الطبيبه الى لحظه ما كنقولوا مستعجلات كان نلقاو بيروغ وسرير ويعني واحد الكرسي ديال الطبيبه. تعطى لها جات نعم سيدي نهار 10 في 11 باش دير التحاليل. لا من بعد، لا قبل، ملي شافتها الطبيبه عطات لها شي دواء غدا ديالها، قالت عطات لها الورقه باش دير التلفازه. منين رجعت غدا ليه قالوا له التلفازه ما خداماش، صبرت واحد يوم ولا 3 ايام عاد رجعت. ملي عطا لها رونديفو 10 في 11، هو الرونديفو هنا 8 في 12، تقريبا شهر ديال هذه حاله مستعجله، عطاو لها التلفازه على الشهر عاد دير التلفازه. هذا الشيء اللي كيوقع هنا في مستشفى محمد السادس، وهذا الشيء راه عيب وعار. يعني مستشفى كيحمل اسم ديال ملك البلاد، وهو اللي تشنو انه يوصل لهذه الحاله الكارثيه اللي وصل لها دابا. كما قلنا يعني هاد المستشفيات يتغيمجن وصمه عار خ وزاره الصحه. مشنا مزورين الدوله ثلاثه الحوايج الى مرن عاد من تدايس يعني وتحسن ان شاء الدوله عما تقدم غزات غانغ التعليم الصحه والقضاء، ثلاثه الوزاره ثمره وتحسن ان شاء قايت غيما الدوله عما تقدم غزات. جن ظاهره حكار غاس ذانيتا ظاهره ني قزينا يعني دور ذا يجن الملاذ يجن الملجا يجن مجموعه الكلى الضاله تنستي دانيتا المستشفى. حكار غير بعض الاصلاحات دانيتا خارج المستشفى. شجوع المسائل نيغ يعني تمني الاصلاحات تكن غادا خر غبارا ديرين تورا غادا خر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله وعلى بركه الله. شكرا، شكرا جزيلا لموقع نظر بريس، كنشكركم على المجهودات الجبارة اللي كتقوموا بها وكتوصلوا لقلب الحدث. احنا في هاللحظة موجودين في مستشفى محمد السادس بالعروي، السمية عنده ديال محمد السادس الله ينصره سيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة نصر الله وأيده، اللي هو بسيرته شخصيا اللي جا دشن هذا المستشفى. لان قبل ناض المجلس البلدي السابق هو اللي وفر الارض، هما اللي بناو. هذه وزاره الصحه ما دارتنا والو، ما هاد الناس ديالها الممثلين ديالها، وانا من هذا المنبر احمل المسؤوليه لوزير الصحه، لوزير الصحه. اما السيده المندوبه الله يكون لنا وليها، والسيده المديره اسبق لها المديره، دازت في هذا المستشفى وكتعرف زعما بكل صراحه، كتعرف المعاناه اللي كيعين اللي كيعاني به هذا المستشفى. ولهذا نحن كمجتمع مدني كنقابات هذا الشيء ما غاديش نسكتوا عليه، لان عوضا ما
واش تبقى نعم سيدي يمشيو الساكنه يمشيو ضحيه. وهذاك شوف دابا العروه دابا تبارك الله راه كيفوق من زياد 65,000 نسمه وباقيين كيعانيو. كتجي هنايا للمستشفى ليلى ما كتلقى والو. وكما قال الاخ حسن بوزكو كنشكروه بعدا على هذا لانه هو كيعيش اكثر مني في هذه الوضعيه اللي كاين في هذا كيعيش بزاف هنا. ولهذا نحن كمجتمع مدني كنقابات على الاكراش معروف عندكم وحنا الشيء ما غاديش نسكتوا عليه ما غاديش نسكتوا غادي نبداو ابتداء من الان. هيثم بو حميد زي ساكنه انت مدينه عارويق نهار هذا اولا شكاري خشت بعد هذا موقع نادور بريس خليت لا يا خان اختك من البدا المشاكل اللي غي توقع عندك عاروي فهمت نهار خص غشتي وانا شويه خص سبيطار محمد السادس توقع انت يتصل الخروقات ذا تصل المشاكل شتي فاتيره يا لا شي غير يظن اذا دار بي وقع يديني يجي المشكل بعدا نروح على اساسني ويجي انت مغاثن وما تسخف لي هداف نيوي تديني سودا فقينا شويلو وزيج الدكتورة اولا صعبارة اتونسيو تواري صعبارة ساتون مين اش غين غيجن الحالة ايجن الدكتورة ذينا يقيم داير حارة الطاس ايجن الدكتورة باش ندقمو الشارين في بانتارا شوا باش الطريقة فهمت باش ندق واش عمالي توزد صعبارة اتونسيو ايجن لقطة ونيزي عبارة لنا اتونسيو تواري باش ادك يا خاسمو باش ندقمو الشارين واش يعذي باش تواري باش تدك تستخدم هنا هنا باش تقيد خضار تبدا تدك يا خاس باش تخزع غير من درني وذا يعجبش واخا ثقاش الشويلو باش تروح ماني راح جا المستعجلات قالت تواري المستعجلات بنادم بقى يخصص هذا يسيري وضبي نورمالمون خميد غياس بنادم غا المستعجلات يخصص هذه نياف هذه نياف وضبي بدي هذه سبيطار يقدر يجي نادي حالة ايرجونس هذه خياط كذا سود فاش غادا خرت عطار لين يونا نتراجع يروح هو ميني مسكينه خزيره غير يوسف غادا خر ماني خزي يروح خزيره غا في عطار والتوسيشه خو نتا مغاثني نوما شويلو يسالا بدا نعقب الناس اذا من قتوالي خميس شويلو خميس سالا عقب الناس اذا من غا غا شويلو روح على اساس خزيره غا ماني توسا يقيم ذا يسر حارث ناس ما يمي غاري تغثا تفاد قام نوعا خفي تراغي ذا قاثي تخزا ما يمي انت يروح يراغا تخس على اساس شويلو ناس ما يمي خفي تغثا راغي واش غير سقداين خصك بدات من غاكي نقط الزرخان غزي سبيطار قاري واش انت مريض ني غسلها فنا وخرج برا بنا انت تروح لغا سبيطار غا المستعجلات وتي في شياض بما رخصه السيورت اخر حقناش اشي ني خرج برا وماني غير ني غاسي سيكوريتي خصك هذا يتراغي يدخل مدير المستشفى ينيق يارقو واش المستشفى مارثني اذا سوي المدير كي السيور على اساس السيورت اخر حقناش غاون قالوا اشي ني قيارقو المدير وشا المهم وذيني وذا انت غسور غاك تضبي في النيغا خبع المشاكل اللي غاسي وذا انا ما راه يريح نخون ما هو ذا يمقي من شاغ المهم تجاوب اي شيء جن الطريقه من ديش غايني لا اله الا الله والنيغا سرخون تخيل له ونيغا ونيد غايا سنادي عثق عباد الله نعم سيدي اني غادي يخدم ذي المستعجلات ماش وين اثي وطونس يوز ما راه تخدم سوفوس على ديال سي جنا تخياض جن تفغنتي ذا ماني فهمني ما غساشيني ويقيم داير حاله الطاس وديني وذن تصور غا كيس ديني وذن وذا يجي ان شاء الله كيصور على اسبر والخون دافع عن حقوق نسن المواطنين مره يعجباس الحار ديني وصوفو غناي ديني يجن اسد حيغوا والله الا ما يناش غاين ونطلب السلطات نعم سيدي اتقج الاطلاله قال خونا الطاس نتقش تصور سيجن ما يناش غاين خصيور دروس خطاس المشاكل اللي ديني توقيعن ونتمنى زي السلطات ان شاء الله خدمة الناس مره غتروح تراقب. اليوم حنا كنعيشوا واحد في هذه المدينه الكبيره واللي كتزاد يوم على يوم في النمو الديموغرافي ديالها والساكنه تاعها كتكبر الا عندنا واحد المشكل ومشكل نقطه سوداء كما شاروك سبقوا لي الاخوان وشاروا لها وهو هذا المستشفى ديال محمد السادس والخصاص اللي كيعاني منه والمشاكل اللي كيتخبط فيها. احنا انا شخصيا وقعوا لي جوج المرات وانا كيوقعوا لي هنايا مشاكل. واحد المرات وقفات المستعجلات ازيد من 3 سوايع الناس كتجي الممرض سد على راسه والدكتور شد على راسه السبب شوكه ما بغاوش يدكوها لواحد المريض. وهذا المريض يعني الحاله الاولى طفله عندها سنتين وقيله او سنتين رفض للممرض انه يدق ليها الشوكه قال لك انا ما ندق لها الشوكه رغم ان
يعني هذيك الشوكه حنا جبناها من برا وجبنا الدواء وجبنا كل شيء من برا انه غير يدق الشوكه لهذيك الطفله رفض بتاتا. المره الثانيه واحد الاخ نتاعي كان توا مصاب ومريض ودوز المسائل تاعو يعني خرج من الحجر الصحي وعطاو له الورقه من الحسني بانه يخرج كان عنده يبرا يدقها شوكه. حنا كنقولوا شوكه يدقها وهما اللي عطاو له من الحسني انه يمشي لاقرب مستوصف او مستشفى ديال الحومه يديروا له هذا. رفضوا رفضا تاما ما بغاوش وسدوا على راسهم وبقات المستعجلات يعني مسدوده لاكثر من 3 سوايع. يعني كاين واحد الاستهزاء بالحياه ديال الناس ديال الساكنه، واحد عدم لا مبالاه، واحد يعني واحد الشكل كارثي. يعني ولا الانسان فاش كيجي للسبيطار مع المريض، هذاك المريض كيزيد يمرض وهذاك اللي صحيح جا معاه كيزيد يمرض. يعني الا جا غير على حساب المريض باش غيداويه كيولي هو فيه السكر والاعصاب والمشاكل، وصدق الا ما يدخلش حتى الحبس لان يعني ولا المستشفى كيهدد الحياه ديال الناس، لانه ربما خصك تدابز مع السيكوريتي يعني اغلب ديال التخصصات ما كاينينش. يعني مصلحه الراديو دائما خاسر، او نسخ هذاك بعض الممرضين الله يسمح لنا منهم. يعني زعما كيش غنقول لك يعني لا اله الا الله، يعني حاله كارثيه. احنا ما كنعموش، يعني كاين الناس اللي خدامين، كاين اطباء خدامين، ولكن الاغلبيه كاين اللي باغي يخدم ما كيلقاش الامكانيات وباش يخدم، ولا المسائل ماشي هذيك. يعني على الجهات، على الناس المسؤولين وعلى الوزاره الوصيه او المندوبه او لا يتحركوا في هذا، لان الصحه ديالنا كزيد يعني هي الاساسي ديال في المدينه. يعني قبل كل شيء كتجي الصحه، فالصحه مريضه عندنا في الاروي، عندنا الصحه مريضه بزاف. عندنا كنزيدوا المستشفى يعني ديال محمد السادس بالعروي نقطه سوداء على المجتمع المدني يتحرك، وعلى الناس القائمين على هذه المصلحه ديال الاخر يتحركوا، لانه الامور ما كتبشرش بالخير ومن سوء الى اسوء. يوم بعد يوم الامور كتزيد سوء في هذا المستشفى، وبشهاده السكان بشهاده العموم. يعني راه والمشكل هذا المشكل تناقش في دورات ديال المجلس البلدي وتناقش في كسميته، لكن دون يعني اي جديد يذكر. يعني ما كاينش الجديد، يعني نفس السيناريو يتعاد، ونفس المعاناه اللي كتخبط فيها الساكنه كتعاد وكتزيد. وكنتمنوا من الناس المسؤولين يتحركوا شويه ويشوفوا الامور كيفاش وتكون مراقبه يعني لهذا المستشفى. والسلام عليكم ورحمه الله، هادشي اللي غنقول، وتحيه للاخوان. السلام عليكم.